مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله مش نعملوا مع بعضنا بسكويت ملح بالشوفان. هنا خديت الكميه هذه من الشوفان كما تشوفوا، ممكن نستعمل اكثر. هنا بعد عيني ميزاني نشوفوا. خديت زوز كعبات فرماج مثلث، شويه زعتر ومخلط بالجلجلان، زوز ملاعق زيت زيتونه، زوز ملاعق اكل قمح، اللي ما عندوش قمح نجم يعوضوا بالفرينه. وهنا خديت علبه تاع كريم فريش. نطلقوا على بركه الله. المرحله الاولى باش نمشي نرحي الشوفان نتاعي. رحينا الشوفان نتاعنا، باش ناخذ تو علبه الكريم فريش. كابتين الجبن نضيفو، ونمسحو مع كريم فريش. باش نضيف تو الزعتر والجلجلان، ملعقتين زيت زيتونة، باش نكمل نلم بالشوفان بشويه بشويه حتى تتلم لي العجينه. العجينه نتاعنا تلمت كما تشوفوا. باش ناخذ تو الحله على ورق الطبخ، ورق الطبخ سهل لي العملية، متشديش تولي العجينة على الطاولة. بهنا خديت عندي القويلة بدومة تاع السابلي، باش نعمل بين أشكال. في الأثناء باش نحط الفرن تاعي يسخن. طبق زيادة فرشت عليه بابي كويسون. ناخذ كعبة أخرى. ناخذ شكل آخر. اللي ما عندوش اشكال كيما كاين نجم يشكلهم بالسكينه والا بكيس والا هذه تكون لمجه باهيه للصغيرات مفيده. حتى للكبار في العشيه باهيه. نكمل نشكل بقية الكعيبات الكل. باش ندخلهم للفرن على 160 درجة، درجة حرارة مش مرتفعة برشا، من أسفل باش الكعيبات ما يتحرقوليش. ونرجعلكم نوريهم بعد ما يطيبوا. هذه كانت دبرتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. شيء طيبة. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.